مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج اش خبركم من مدينة الخميسات. خليكم معايا كاملين تعرفوا على ضيوف الحلقة. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير؟ شرفوني بمعرفة ديالكم. حسين القدماوي فنان فوتوغرافي. حسين القدماوي فنان فوتوغرافي. شرفين. مرحبا باش خباركم في مدينة الخميسات. بارك الله فيكم، شكرا. الله عليكم. حكيوا لي على البداية ديالكم في الفوتوغرافي، كيفاش كانت؟ أول مرة اكتشفنا الصورة الفوتوغرافية مع القمرة المظلمة. في الابتدائي فاش كنا صنعنا أول قمرة مظلمة اكتشفنا ديك الصورة كيفاش ممكن تصاوبها بديك البساطة ديال ديك الآلة اللي كتعطيك واحد الصورة مقلوبة. تما بدا البحث ديالنا على الصورة وكيفاش كتكون ومنين جاية وهادي. وأول مرة خدينا صورة بكاميرا احترافية قبل 6 سنوات، فاش كان واحد الصديق ديالنا كان جاتو واحد الكاميرا بروفيسيونيل. هذه هي كاميرا كبيرة. حنا ديك الساعة كانت كتبان لنا الكاميرا كبيرة أنها كاميرا قديمة. وهذه أول صورة خدينا بها، عرفنا كيفاش التقنية ديال الصورة، كيفاش ممكن دير حوايج أخرى اكتشفناهم في الصورة، كيفاش تعطي أكثر في هذا الفن، كيفاش تعطي أكثر، كيفاش تكتشف أكثر. وديك الساعة كانت انطلاقة ديالتنا. تبارك الله عليكم. من المواضيع اللي كنشتغلوا لها والتراث اللامادي الإنساني اللي اشتغلنا فيه حول الشاي والأوتار الموسيقية، الفراس، موضوع حول الأمازيغية. وكما صادفتونا اليوم كنحاولوا نديروا التعريف في المنطقة ديالتنا اللي هي خميسات اللي فيها هذا المنظر الطبيعي اللي هو ديت رومي، باش كنحاولوا نبينوا المؤهلات السياحية ديال المنطقة ديالنا والجمالية ديالها، وشنو ممكن إلا شاف شي واحد في شي جهة أخرى ولا شي حاجة يجي يتعرف عليها، يحاول يلتقط لها تو صور. تبارك الله عليكم. نخليكم في الجولة ديالكم ونتلاقى معكم من بعد. لاحظوا داك اللمبر ديال الغفلي ديال الشجر ولا شي حاجه زوينه على الماء. ولي دابا نتوما كتخدموا بجوج بكم ياك، ما كتفرقوش الخدمه؟ وي كنشتغلوا بجوج تقريبا، كيكونوا نفس الصور كيكونوا هنا فحال لهذا. ديما كنحاولوا ديما نفرقوا المهام بيناتنا، بحال باكزومبل كيما شفنا كنتبادلوا ليزاباري، كل واحد كيخدم اوبجيكتيف واحد فيكس واحد لاج، باش كان ناخذوا صور باش ما يكونوش في الاخر عندنا صور متقاربه مع بعضياتنا. وديما كنحرصوا في لي زيكسبو الى اخره، ديما كنحرصوا على اننا نوقعوا بلي فخا القدموي. ديما كيبقى داك التساؤل شكون اللي خضا، واش حسن ولا حسين؟ كنقولوا لنا لي فخا القدموي لحقاش نفس الشغل ديالنا، نفس لا فوتو ديالنا، وكنخليوه في حقك. نتوما متفاهمين؟ متفاهمين. تبارك الله عليكم. نشوفوا التصور ديالك. الحسين، شنو هي الاكراهات اللي كتواجهها؟ من الاكراهات اللي كنواجهها حاليا هي الادوات ديال الشغل ديالنا شويه غاليه في المغرب وصعيب باش تلقاها، وانك باش تمشي وتاخذ كل مره اداه جديده باش تخدم، وهذه كتطلب شويه مصاريف كبار صعيب باش يكون عندك كل شيء. صعيب باش يكون بزاف. وشنو كتمناو؟
بين المتمنيات ديالنا هي اننا نخليو الاسم ديالنا للاخوين القدماوف وطنيا وعلاش لا عالميا في ميدان الاخراج والتصوير الفوتوغرافي ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا بزاف، تبارك الله عليكم على التفاهم ديالكم والانسجام ديالكم. مشاهدينا، حلقه اليوم غادي تكون سالات، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه. مع السلامه.